والمزيد من المتابعة حول جهود تمديد الهدنة والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار معنا عبر الهاتف من رام الله الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. دكتور، هل هناك اتصالات من جانبكم للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار أو كما تسير التوقعات تمديد الهدنة اليوم أو يومين إضافيين؟ الواقع نحن اتصالاتنا منحصرة في الجانب العربي مع مصر وقطر، وأيضا هناك اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان وقف دائم وشامل للعدوان الإسرائيلي. نحن لا نتحدث عن قطاع غزة فقط، إنما نتحدث أيضا عن الضفة الغربية. منذ السابع من أكتوبر هناك أكثر من 240 شهيد في الضفة الغربية. صحيح أن العدد الأكبر هو في قطاع غزة، ولكن استمرار العدوان الإسرائيلي أيضا في الضفة الغربية ينذر بعواقب وخيمة، ينذر بأن الأمور يمكن أن تتجه إلى مزيد من التصعيد. نحن لا نفصل بين المناطق الفلسطينية في طلباتنا وفي مسؤولياتنا. نحن نتمنى أن تنجح الجهود المصرية والقطرية في الضغط على الاحتلال وأيضا على الأمريكان من أجل ضمان وقف دائم وشامل للعدوان على الشعب الفلسطيني. لا نريد أن يستمر سفك الدماء. نحن أصلا لم نكن نريد هذه الحرب، لم نسعى إليها ولم نتمناها، لكنها فرضت علينا، فرضت على الشعب الفلسطيني، والكل يعرف هذا الأمر. وأولويتنا منذ اللحظة الأولى كانت إنهاء هذا العدوان وتجنيب الشعب الفلسطيني وإيلات هذه الحرب المجنونة التي يشنها علينا جيش الاحتلال. نعم دكتور، يعني على مدار 50 يوما العالم شهد جرائم ترتقي إلى كونها جرائم ضد الإنسانية وضد كل مقررات الشرعية والقانون الدولي الإنساني. هل من خطوات من جانب السلطة الفلسطينية لمقاضاة إسرائيل على انتهاكاتها في قطاع غزة؟ وهل الاتصالات التي تجري الآن يمكن أن تسير جنبا إلى جنب مع هذه الخطوات؟ بكل تأكيد، ما تقوم به إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة هي جرائم حرب مكتملة الأركان. نعم. واعتداء صارخ على القانون الدولي وعلى القانون الدولي الإنساني، سواء تلك الجرائم جرائم الإبادة الجماعية التي تقع في قطاع غزة، هدم البيوت، استهداف المنشآت المدنية المحمية بالقانون الدولي كالمستشفيات والمدارس ودور العبادة من مساجد وكنائس، واستهداف بيوت المواطنين واستهداف المدنيين بشكل متعمد. هذه جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، يعاقب عليها القانون الدولي. أيضا ما تقوم به إسرائيل في مدينة القدس من اعتداءات على المقدسات، على المسجد الأقصى المبارك، منع حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في الأماكن المقدسة في المدينة المقدسة، أيضا الاستيطان وإطلاق العنان جماعات الإرهاب الاستيطانية للاعتداء على الشعب الفلسطيني. الدعوة إلى تهجير الشعب الفلسطيني، دعوات بعض الوزراء الإسرائيليين إلى إلقاء قنبلة نووية وغير ذلك على قطاع غزة، كل هذه بمجموعها جرائم حرب مكتملة الأركان. نحن كنا نلاحق الاحتلال أمام المحاكم الدولية وبالذات أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم سبق أن ارتكبت في مرات سابقة، والآن تضاف هذه الجرائم التي اقترفتها دولة الاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية إلى سجل الجرائم التي يجب أن تلاحق دولة الاحتلال وقيادات الاحتلال وجيش الاحتلال على ارتكابها أمام المحكمة الجنائية الدولية وأيضا أمام المحاكم الدولية، كل دولة أو كل محكمة في دولتها. نعم. طيب، الرأي العام العربي والعالمي على المستوى الشعبي يعني شديد التعاطف الآن مع ما يحدث من انتهاكات ضد الأهالي في قطاع غزة، هل يدعم هذا الرأي العام الغاضب
في رأيك موقف خطواتكم أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ بلا شك هذا الرأي العام له أثر كبير جدا على صناع القرار في العالم. واهم من يظن أو يتخيل أن الرأي العام لا قيمة له أو لا أثر له. لدينا شواهد كثيرة في التاريخ تؤكد أن كسب الرأي العام سيقود في النهاية إلى كسب المعركة، وبالذات عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، بالعدالة، بحقوق الشعوب، بارتكاب جرائم كالتي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال الإسرائيلي. هناك نقطة أخرى من المهم التركيز عليها في هذا المجال، وهو أن تقوم مجموعة من الدول سواء دول عربية وإسلامية أو دول صديقة برفع دعوة جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما ارتكبوا في هذه الحرب الأخيرة وفي هذا العدوان الأخير على قطاع غزة. أشكرك وأعتذر عن المقاطعة دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله.